لقد عادت إلى مكانها. إنها تحلم. لماذا؟ بأن لديها بساط الريح وأنها تجلس فوقه وتطير. إلى أين؟ إلى كل مكان في الدنيا لتحكي حكايتها للناس. على بساط الريح وريشه المريح ليلى ارتقت وسافرت في العالم الفسيح. على بساط الريح وريشه المريح ليلى ارتقت وسافرت في العالم الفسيح. مرت على البلاد بالحزن والوداد تحرك الأيادي للأرض بالتلويح. تقص فديتها بروحي. قالت لألفي بنتي لقد فقدت بيتي وصرت كل وقتي أعيش في نزوحي. فلوح الأطفال لوجهها وقالوا ستزهر الآمال غدا على السفوح. وتمسكين الحلم بكفك الجريح. على بساط الريح وريشه المريح ليلى ارتقت وسافرت في العالم الفسيح. على بساط الريح وريشه المريح ليلى ارتقت وسافرت.